السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرجع مرة ثانية لزيارة الدي إم، بس مش اللي هي الفلات بوكس الحفر. هذا طراز الحفر طبعا شيء مجهز من المصنع، مجهز زي ما هو واضح. سيارة محرك نفس المواصفات اللي نوهنا عليها في السابق، نفس السيارة مفيش اختلاف نهائيا من ناحية المحرك، من ناحية التجهيزات، من ناحية مساحة الكابينة الأمامية، ومن ناحية الصالة نفس الشيء مفيش فرق نهائي. بس الفرق في طول السيارة هذه، طول السيارة هذه طبعا 5 متر و28 طول كامل، في العرض بتاعها 1.85 متر عرض السيارة اللي في الحافظة، عرض السيارة كامل، الارتفاع بتاعها 2 متر 62 ونص. بعد كامل 2 متر و62 ونص بعد نصف السيارة. بالنسبة للحافظة، مسافة الحافظة 3 متر و10 في 1.71 متر في 1.70 متر، 3 متر و10 من ناحية الطول، 1.71 متر من ناحية العرض، و 1.70 متر من ناحية الارتفاع. قاعدة العجلات بتاع السيارة، قاعدة العجلات 2.85 متر، قاعدة العجلات المحرك نفس الشيء، المحرك هو 2.2 دومن رين ديزل، نفس المحرك نفس المواصفات، قوة العزم بتاعها 240 نيوتن، نفس المواصفات بالنسبة للعجلات الأمامية والخلفية. طبعا التجهيزات الداخلية هي نفسها، راديو ويو اس بي والمحرك 2.2، كابينة نفس الاتساع، كابينة اللي هي كابينة ونص، كابينة ونص. هذه الخلفية، الأبواب الخلفية الحافلة، هذه طبعا الحافلة ما هياش مبردة، الأبواب الخلفية بتاعها فتحة بهذه الطريقة. زي ما هو واضح تزييج السيارة الأرضية بتاعها بالستيل المعالج، سلبوس جانبي توفر السيارة للنار، النار الداخلية الحافلة. ايضا ان الباب جانب السياره، زي ما قلنا الطول بتاعها 3 متر و10، العرض بتاعها 171 والارتفاع 72. هذه الحافه الارضيه الخلفيه واضحه، فيها حساس حساسات خلفيه متوفره، ومكان اللوحه الارضيه من هذه الناحيه. هذا الباب الجانبي، باب الجانب للسيارة، افتح بهذه الطريقة. هذه الحافظة طبعا من الداخل. المبردة تختلف نهائيا عن الحافظة، هذه حفظ البضائع سواء كانت بضائع جافة أو غيرها، مش للتبريد. التبريد في إن شاء الله في دفعة جاية التبريد بإذن الله تعالى، أو ما توصل حنوع عليها وحنشرع عليها. شكرا لكم الاستماع وبارك الله فيكم، إن شاء الله تكون نالت إعجابكم. وهذه سيارة بمحسن وفيد شفناها بالصندوق المفتوح، شفناها بالحافظ بين وجود هذول متوفرين عند شركة رواد متوسط الملكية الحصري شركة فتور، متوفرين عند جميع فروعنا سواء كان في طرابلس أو في مدينة الجديدة. تقدر تشوفها وتجربوا السيارة وتطلع عليها أقرب في هوية وهي في مكانها. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yeah.
ممتازه لسياره الطير مع الطرقات والسياره الاخيره بسهوله، كل مكان بسهوله فيها موجوده، يعني حاب السياره كل مكان اكثر ثبات على الطرقات. شكرا لحضرتكم على المتابعه، ان شاء الله تكون نالت اعجاب. جاي معلوماتكم على رئيس السنوات اخرى في معارضنا في مدينه قسطنطين او في مدينه طرابلس، ونشوف السياره ونرفعها اكثر. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.